فأجابها من فوق شايقة القناة: قضي القضاء بما جرى، يا فسر جوي. أحرمكم أحرمكم لو بقلب حفظ الرجال، والله يا أخويا ما حدنا جلد لركوب الجمال. الروح العازي أبو علي وياه. وين كان الحسين يوم مقتل مسلم؟ يقول نازل بزرود والأطفال يلعبون عند مضارب الخيام، وهو قاعد ينظر إلى سيفه. فرد مرة شاف طفلة قاعدة قباله: ليش ما تلعبين مع الأطفال؟ منو أنتي؟ قالت له: أنا خادمتك حميدة بنت خادمك مسلم. بويا ليش ما تلعبين مع الأطفال؟ قالت لعمي: مالي خلق. وانا وانا أنشدك يا عمي بوي وانا. يجون الأخوة العراقيين الأهوازيين، يقول سوينا نعي وبعدين همغرنا بحراني وقطيفي وأهل الأحساء طريقتهم. يلا وياي. وانا أنشدك يا عمي بوي وانا من زمان ما بين غلينا، والكوفة عاليها خوينا ولو دارة وغلية من يقينا. ابنيتي أنا بوج، أنا بوج، روح العب مع الأطفال. قالت لعمي: من ألعب وأرجع أكثر أعتصر. ليش؟ قالت: من رجع عن بنات عمي كل وحدة يتلقاها أبوها وتقعد بحضنة، وأنا أضل واقفة يا عمي إش كثر بي حلوة الليالي، الليالي عزيز وفرقته تصعب الوالي. روحي بنية، روحي لعبي مع الأطفال. راحت تلعب وشوية اجا واحد جايب خبر. حسين قال له: ما خبرك عن الكوفة؟ قال له: سيدي اجمل ام افصل؟ قال له: لا اريد مجمل. شنو الخبر؟ قال له: ما طلعت من الكوفة لما ما شفت بعيني جثة مسلم يسحلونها. زين سمعوا بني هاشم، قعدوا بالتراب ظلوا يبكون سكتة يستحون من الحسين. الحسين رجل يسوي ماتم، ايش سوى؟ راح خلف الخيام وشال حميدة وظل يمسح على راسها، وطلت بوجه عمها تقول له: فقدتني يا عمي بين البنات وجايب لي خبر مسلم ترى مات. اويلي على الظلن يتيمات. قالها: انا ابوك وعماتك هذني وبناتي خواتك يسمعني. اوالي على ابوك الراح. ارد اقول كلمه للي ما بكوا، الما بك ان شاء الله تبكي هالكلمه تسمعها. كل ما راد يهدئها طفله بعد ما تسكت، قال: وين بنيتي رقيه؟ بويا تعاي تعاي سكتيها. طفلة قعدت يمها هدئتها: سيدي ابو علي خدامك يسألونك يقولوا لك انت ما هدأت، لما ما هدأت بنت مسلم تدري شلون هدئوا رقية؟ يلا اجوها يسكتوها بكل شيء ما رضوها، جابوا راس ابوها. ما صرخت؟ أين الصارخون؟ ولا تعبتك ماجور بويا
أقرأ بعد بيتي من هالقصيدة هاي الراضي الفيصل الله يبارك فيه. تقول له يبا من حرقة وخيمنا شي يجمعنا شي يلمنا لو أن ما قمت يمنا الفضى من العيض بابا رقية صيحبا. تتحمل البيت أقرأ. تقول له يبا عمتي زينب لمتنا بقربها وخلتنا بقلبها يا وانا شفت اضربها يا ابوي. بيتين الدعاء واسالكم الدعاء بس ها بعالي صوتك وياي. مسحاك على راسي تراك القلب ذايب هذي يا عمي من علامات المصاي قلبي تروح حيث ابوي الحيد غايب طول الغيبة يعود الله بعجل لي جاني الخبر عن حال مسلم يا حزين يقولون من قصري الأمارة ذابين بالحبل بالأسواق جسم ساحبين وراس المشكر راح للطاغي هدية. أريد البر اعتمد عليهم بحبهم للحسين بصوت عال ويانا على حسين وحزني علي صوتك ولا حسين بعدك لا غنى عيشون ولا لذة مشارب ها نحن بعدك يا غريب الدار أصبحنا غرائب وعلى حسين وحزني مطلوبها تقل لحسين يا عمي أرد أخاكيك واغتب وخاف العتب يا ذيك يا عمي ما وصى يا عيال من عودي خبر ليك ويخبرك بيا يوم يلفيك يا عمي مكان ابوي انجتل يفديك انت بمكانة والامل بيك ظلت يا عمي عيوننا عليك الله لها العيلة يخليك لم يبكيها عدم الوثوق بعميها كلا ولا الوجد المبرح فيها لكنها تبكي مخافة أنها تمسي يتيمة عمها وأبيها على حسين ماجور قال يا خويا ابو الفضيل في وين الاشفار يلي يا المي يا مو وين والينا ادوري عليك يا ابن امي هنا سبيل غيرها يا نبع
قالت اللي تصيح يا ابن امي عن كربان عيد عيني العميق ولا اشوف لي كل شيء.